انت وعم تدفع فاتورة الموتور يلي بتكوي، تذكر كل واحد وقف بوجه واحد معمل دير عمار يلي كان زيد 5 ساعات كهرباء على الشبكة. من وراك انت من 2015 انت اللي وقفت معمل دير عمار. اذا كان قال هيك انا الي الشرف. 2 المعامل العائمة المؤقتة يلي كانت امنت 8 ساعات كهرباء. ثلاثة عودة النازحين يلي عم يستهلكوا 5 ساعات كهرباء باليوم إلى بلدهم. بالمجموع كان صار عنا 18 ساعة كهرباء إضافية موزعة على كل مناطق لبنان. انت وعم تدفع تذكر